والدك كان أميرا في نابولي. أبويا كان أمير من كبار نبلاء إيطاليا، وأمي كانت أسبانية، كانت مغنية أوبرا مشهورة قوي. لماذا كان اللقاء بين والدك والملك فاروق؟ من الذي دعا لهذا اللقاء؟ دي كانت الحكومة الإيطالية هي اللي استقبلته، زي ما فاروق استقبل الملك الإيطالي ومراته لما تنفوا برا إيطاليا، هو كمان استقبلهم فاروق في اسكندرية. كمان الحكومة الإيطالية استقبلته زي ما قلت لك لما هو طلب حق اللجوء لإيطاليا، وإيطاليا وافقت. ده أول